استقبل فخامه الرئيس محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي في دوله ليبيا الشقيقه في قصر الرئاسه في طرابلس سعاده الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجيه بمناسبه الزياره التي يقوم بها وزير الخارجيه لليبيا ضمن جوله في الدول العربيه الشقيقه وقد رحب فخامه الرئيس محمد المنفي بزياره وزير الخارجيه الى طرابلس وكلفه بنقل تحياته وتقديره الى حضره صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى ال خليفه ملك المعظم حفظه الله ورعاه وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وتمنيات فخامته لهما بموفور الصحة والعافية ولمملكة البحرين وشعبها دوام التقدم والازدهار. واشاد رئيس مجلس الرئاسي الليبي باستضافه مملكه البحرين لاعمال القمه العربيه الثالثه والثلاثين برئاسه جلاله الملك المعظم متمنيا التوفيق والنجاح لاعمال القمه في تعزيز مسيره التعاون العربي المشترك وتحقيق تطلعات الشعوب العربيه للامن والاستقرار والازدهار. وقد اعرب وزير الخارجيه عن سعادته بزياره دوله ليبيا ونقل الى فخامه الرئيس محمد المنفي. تحياتي وتقدير جلاله ملك البلاد المعظم سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وتمنياتهما لفخامته بدوام الصحه والعافيه وللشعب الليبي الشقيق بدوام الامن والسلام والاستقرار والنماء، منوها بمستوى التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين وما يشهده من تطور وتنامي في مختلف المجالات. واطلع سعاده وزير الخارجيه فخامه الرئيس الليبي على الاستعدادات الجاريه لانعقاد القمه العربيه في دورتها الثالثه والثلاثين والتي ستستضيفها مملكه البحرين في السادس عشر من مايو الفين واربعه وعشرين وبرنامج عمل القمه والموضوعات المقرر ادراجها على جدول اعمال اجتماع اصحاب الجلاله والفخامه والسمو قاده الدول العربيه